قبل ما نروح لعناوين الصحف بالنهار من 50 سنة بيت الهنهار، رح نروح لينا حداد منسقة قسم التعليم المتخصص في كاريتاس لبنان. صباح الخير وينعاد عليك لينا. بونجور. صباح الخير وينعاد عليكم. حقا قام. بتشرحي لنا شوي شو يعني التعليم المتخصص وليش موجود هذا القسم بكاريتاس؟ بتسعى كاريتاس دائما انه تقدر تخدم الفئات الاكثر تهميشا بالمجتمع، ومن تقريبا من سنه 2005 كاريتاس عندها مراكز انسانيه تعنى بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. بنعني بهذا الشيء الاطفال اللي بيعانوا من تاخر عقلي، تاخر دراسي، صعوبات تعلميه، متلازمه داون، اضافه الى الاطفال اللي بيعانوا من صعوبات سمعيه. كاريتاس بتهتم بهالأطفال يلي هن تقريباً 350 طفل بمركزها الأربعة الموجودين بزحلة، بزغال، بجبال، بمنطقة ظهر السوين وبلبعة قضاء جزيل. نعم، شو بتقوموا بأي أعمال يعني؟ مساعدة الولاد يعني ليتأقلموا بالتعليم؟ الولاد مثل ما قلت هن بيعانوا من صعوبات، وبكل مركز بنهتم بفئة معينة من الولاد. أكيد أعمارهم بتتراوح بين، هلأ هون عم نشوف صور هدول من مركز بغال للأطفال اللي نحن مستقبلهم بهيدا المركز. أعمارهم بتتراوح بين 3 لل 35 أو لل 40 سنة بحسب العمر العقلي للولد. بنهتم فيهم بكافة المجالات. تقريبا الفريق المتخصص هو 100 شخص، يعني نحن بنحرص على انه نكون عم نعطي لكل ولد بروجي ادوكاتيف بيناسب قدراته، بيناسب المجتمع، بيناسب العائله اللي هو موجود فيها. اكيد في عنا اخصائيين يعني من تقويم النطق، كل شيء اورتوفوني، سيكوماتيسيتي، سيكولوجي، اسيستانت سوسيال، هيدا السويفي كله بيكون مع الولد بقلب السانتر وبيكون مع الاهل حتى نقدر نوصل مع هالولد لمطرح احسن. وكمان منتابع الولاد بسوق العمل لانه اكيد هن مواطنين مثل ما مثلهم، كمان هن عليهم واجبات تجاه وطنهم حتى يكونوا مواطنين عن جد هن قادرين يكونوا عم ينخرطوا بالمجتمع. هذا الشيء نحن بنعمله من خلال دورات نتعاطى فيها مع الاهل اول شيء حتى نفهمهم شو واقع ولدهم وكيف نحن وياهم بنقدر نوصل مع هالولد لمطرح احسن لاستقلاليه بالمجتمع، ومن خلال كل المؤسسات او المصانع اللي موجوده حول المراكز اللي بيقدروا الاولاد يكونوا فيها عم بيكونوا منتجين يتعلموا حرفه او صنعه بتقدر تساعدهم بالمستقبل. حلو. يعني هون يعني مكمله للمدرسه ام هي مركز مثل مدرسه بيقدروا الاهل يعني يستغنوا عن توجههم لمدرسة متخصصة؟ هيدا الشيء بيرجع لحالة كل ولد ولا قدراته ولا إمكانياته. وأكيد الولاد اللي بيعانوا من صعوبات تعليمية نحن بنساعدهم لسنة أو سنتين ببرامج مكثفة حتى يقدروا يلتحقوا بالمدرسة مثلهم مثل كل الولاد الباقي. أما الأشخاص اللي عندهم إعاقات سمعية أو عندهم يعني تأخر عقلي، في عنا شديد بسيط أو في عنا تأخر عقلي كثير قوي، هدول الأولاد لا نحن بنكون معهم بمشاغل محمية مثل ما شايفين في عنا زراعة، في عنا أتيلي باتيسري، شوكولا، صف شمع، ديكوراسيون شوكولا، هدول بنهتم فيهم بالمركز وبأماكن اللي بيعملوا فيها ستاج حتى نكون حدهم دايما. خاصة بالتأثير من الناحية النفسية يعني السوسيال لحتى دائما نكون موجودين معهم، نوجه أهلهم لحتى يوصلوا معهم لمرتاح أحسن. لينا شو المطلوب اليوم؟ شو المطلوب اليوم من اللي عم بيشوفونا من اللي بلبنان والعالم؟ أول شيء نحن عم نقدم خدمة لمجتمعنا بلبنان. أكيد العيال يلي عنا هن العيال الأكثر حاجة لأنه أصلا هيدا هي رسالة كاريتاس يعني بالمجتمع اللبناني. الأشياء عم تصعب كثير لأنه الأهل كمان مثلهم في كل اللبنانية عم بيخسروا شغلهم، وحتى وضع الكورونا مصعب علينا كثير الاشياء بالوقت يلي كاريتاس عم فيها قد ما عم تقدر واكثر شوي كمان ما عم نقدر انه نكون عم نامن لها
هالعيال يعني مثلنا مثل كل المدارس، لأنه نحن في عنا مراكز بحسب حاجة الأولاد هي تابعة لوزارة التربية، وفي عنا مراكز ثانية تابعة لوزارة الشؤون. عم نجرب قد ما فينا نأمن تابلتس للأولاد حتى نكون نحن وياهم أكيد من خلال الـ IT Department في كاريتاس نكون عم نأمن لهم بلاتفورم يكون قادرين نشتغل معهم أونلاين، وهذا الشيء كمان صار للأهل، عم نعمل لهم دورة تدريبية حتى يعرفوا كيف يستعملوا على المايكروسوفت تيمز ليكونوا موجودين دائما معنا، ونحن نكفي الثيرابي ونكفي الأونلاين سيشنز للأولاد من خلال توزيع تابلتس، من خلال توزيع داتا ريفيل كارد للإنترنت حتى الأولاد يكونوا قادرين يتابعونا المطلوب. وأكيد هون كمان أفرانتاز رح نقول إنه قديش بهيدا الوقت بهالقعدة بالبيت عن أونلاين سيشن زادت الصعوبات التعلمية عند الأولاد. أكيد بعد ما في دراسات، بس أكيد نحن من خلال شغلنا بنعرف إنه هذا الشيء كثير عم بيزيد، هذا الشيء كثير بده متابعة. نحن موجودين حد كل الأهل حتى ندعمهم، ونحن أكيد من خلال العيال اللي موجودين عنا بنحب نوصل المسار لكل المجتمع ونقول إنه هيدول الأشخاص هن أشخاص قادرين، هن مختلفين بقدراتهم بس هن أشخاص قادرين يبنوا معنا نعم. المجتمع ويكونوا نعم. مواطنين فاعلين. كل حكاية الحكاية أكيد 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 كل ولد هو قصة نجاح مع كل الأشخاص اللي بيشتغلوا معه بكاريتاس، لأنه بحسوا عن جد قلبهم وعقلهم نعم. يعطيكم ألف عافية. شكرا لك لينا حداد منسقة قسم التعليم المتخصص بكاريتاس لبنان. لينا يعطيك ألف عافية، شكرا لك. منتابع نحن وياكم بعناوين الصحف ومنروح 50 سنة لمثل هالنهار مع صحيفة النهار بالعام 1971. شو عنوانات؟ اضراب نصف نهار وتظاهرات احتجاجا على حوادث الأردن. عن جد معقول؟ وقوتان إسرائيليتان تدخلان قضائي مرجع عيون وصور وتنسفان 3 منازل في ميس الجبل و3 في مزرعة الظهيرة. وفي العناوين أيضا تجدد القتال في شمال الأردن وسقوط قتلى وجرحى، أبو أياد يتوقع هجوما شاملا على عمان، قنبلة على مرآب السفارة الأمريكية المحروس بقوات البادية. وشمعون لساب اعتراضات النواب على الحكومة تفوق درجة امتنانهم من أعمالهم، تعديل قانون الانتخاب يعرض على المجلس الحالي. وأيضا لبنان البلدي 133 بلدية محلولة من أصل 210 في الجبل 610 في الجبل حلت أول بلدية وفيه سجن الرئيس الوحيد. بلدية الدكويني طارت لأن أحد الأعضاء تزوج ابنة الرئيس. عم نحكي من 50 سنة ها، مش من هلأ. وفي دراسة لمديرية الأحصاء في على المحاسبة الوطنية بلغ الدخل الوطني عام 1969 4.1 مليارات. وبالمفكرة اللي عرضتها النهار كمان بالعام 1971 إنما كانت بنيسان 6 نيسان 1941 كتبت إذاعة المفوضية العليا البلاغ الآتي: قدم فخامة رئيس الجمهورية هذا الصباح استقالته إلى المفوض السامي الجنرال دانز، وقدم معالي أمين سر الدولة عبد الله بيك بيهم من جهته استقالته للجنرال أرلابوس مندوب المفوض السامي لدى الحكومة اللبنانية. وقبل المفوض الاستقالتين وشكر رئيس الجمهورية إميل إدي ومعالي عبد الله بيك بيهم إخلاصهم بالقيام بوجبات منصبيهم في مرحلة جد دقيقة. جنرال دانز سيحدد قريبا نظام الحكم الجديد بلبنان ويعين أيوة. أعضاء الوزارة المقبلة. هلأ رايحين على فرنسا. وبانتظار ذلك يؤمن الجنرال أرلابوس مندوب المفوض السامي وقائد الجيوش بلبنان السلطات اللي كان يمارسها رئيس الجمهورية وأمين سر الدولة. أيضا استفتاء جديد أجري في إسرائيل ونشرته مجلة تايم، 85% من الإسرائيليين يؤيدون سياسة حكومتهم ومعظمهم يريد الاحتفاظ بالقدس والجولان وشرم الشيخ. هي من 50 سنة هلأ عم نشوف الكاريكاتور عم بيحكوا مع بعضهم. أقول لك شو بيقصد دولته؟ قالوا بيقصد أنه يلي مثلك ومثلي حمير. صائب بيك يقول أنه الأسود هناك الدفاع عن لبنان في وجه المخربين. إن الأسود هناك للدفاع عن لبنان في وجه المخربين. هذا كان الكاريكاتور لبيير صادق الله يرحمه.